أيها السيدة والسادة، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار جامعة المنصورة، وإليكم أبرز العناوين. وفد الملحقات الثقافية الليبية بالقاهرة في رحاب جامعة المنصورة. وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت في رحاب جامعة المنصورة. المجلة المصرية للعلوم الأساسية والتطبيقية أول مجلة مصنفة دولياً من جامعة المنصورة على سكوبس. كلية الهندسة جامعة المنصورة تكرم رموزها في الاحتفال بجوبيلها الذهبي. رئيس جامعة المنصورة يفتتح الملتقى الهندسي الثاني لعام 2023 في احتفالات كلية الهندسة بجوبيلها الذهبي. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تكرم المتميزين باحتفالية كبرى تزامناً مع احتفالات الكلية بجوبيلها الذهبي. فوز أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة بجائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي لعام 2023. رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير مصيف العاملين بمدينة قمصة. جامعة المنصورة تحقق إنجازاً دولياً جديداً في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. رئيس جامعة المنصورة يتفقد مشروع تطوير وتحديث نادي النيل بمنطقة الجربي بمدينة رأس البر. المؤتمر الدولي العاشر لكلية التمريض بجامعة المنصورة، الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحية. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة. كانت معكم هاجر إسماعيل، وإلى لقاء آخر.